كملت علاش مشيت حملم في مش ترجي رغم اني صلحت قبل في تونس ما لعب كان مع ترجي. كلام صحيح. حبيت نرجع للترجي. ما عرفش وقتها القول اللي معناها على زيتوني ما نجمش يفيد الترجي. وكنت امنيتي بالحق انا وقتها بعد تركيا وكل شيء امنيتي نرجع لسبيروس. امنيتي علاش خاطر بالحق معناها حبيت نلعب ماتش معناها بعد سنين هذيك ما جيت من 2007 انت معناها حاطتكش 2012 ترجع لتونس تاخذ ديسيزيون باش ترجع لتونس حبيت نرجع نكور في الاسبيرونس فهمتني وما طلبتش فلوس ما طلبت حتى شيء انا ما طلبت حتى شيء معناها مي حبيت ان على الاقل كي نرجع تونس نرجع لسبيرونس حتى في الجروب معناها فهمتني مي ربي يديهم اللي كانوا السبب اللي انا ما تقبلتش وقتهم ما حبوش عليا وما كيف فما شكون ما حبش عليا ارجع ليه نحكيو 2013 وقتها كملت الفان كونترا نتاعي كملت الكونترا نتاعي في تركيا وقتها عمري قداش عمري 32 يعني فهمتني مي بزاري كان يانيك نيانغ وقتها فما يحبوا يرجعوه وقتها سيبوه يحبوا يرجع لسبيرونس فهمت وانا وقتها حبيت نرجع جوست نحب نلبس مريول سبيرونس انا حبيت نرجع لسبيرونس حبيت وقتها نعمل حاجه حبيت نهز تيتر مع سبيرونس بعد مده كبيره معنا فهمتني كان وقتها رجع يانيك وقتها رجعوا يانيك وانا وقتها ما خموش فيه ما كنتش في التخمام نتاعهم فهمتني معناها وقتها نتذكر شكون وقت اونتونور ماهر كنزاري وقت اونتونور فهمتني معناها وقتها الغايه نتاع رجعت الاسبيرونس حبيت ان كما قلت لك حبيت نلبس مليون جماعي حبيت نعمل نهز تيتر وقتها وما حاجت بحد شيء وقتها ما لحاجت فلوس لا حتى شيء فهمتني يمكن الغلطه الوحيده اللي عملتها في الوقت هذاك ما حكيتش مع سي حمدي المدب ديريكت انا كان مشيت لسي حمدي وحكيت معاه ديريكت وقلت راني هكا وهكا وهكا فصلت لك شيء كنت النجم راني موجود في الاسبيرونس شكون ما شكون حكيت؟ ليه وقتها شكون موجود؟ وقتها موجود ماهر كنزاري موجود رياض بن نور فهمتني؟ ووصلت وقتها لجمعيتي اللي انا نحب نرجع ما نحبش لا نحب فلوس لا نحب حتى شيء نحب نرجع باش نحب نرجع خاطر شو باش نعطيك حاجه تحب ولا تكره راهو وهره راهو معناها بعد مده وترجع ترجع لجمعيتك تلبس ميرو جمعيتك وتهز تيتر في وقت الفلوس ما قالوا لك ليه؟ شيء. ليه ما قلوليش ليه؟ وقتها رجع يانيك نيانغ عندنا تكو سكرت الحكايه سكرت الحكايه فوالا